السلام عليكم ورحمة الله. أعلن النائب نعمة أفرام اليوم الأحد استقالته من البرلمان اللبناني، وهو سادس نائب يعلن استقالته منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت. واستقال خمس نواب من البرلمان حتى الآن، هم العضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب الكتائب سامي الجميل، نديم الجميل وإلياس حنكس، والنائبة فولا يعقوبيان. وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد ليوم الأحد استقالتها من الحكومة، وقالت في بيان: أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعدها ولكارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة. وكان رئيس الحكومة قال أمس في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشددا على أنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة. وقال: أنا مستعد لتحمل المسؤولية 2 شهر لكي يتفقوا على حل الأزمة.